السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله فالناس كانوا يوقع لهم شي ازمه اوقعت لهم شي غلبه ماذا يقولون نادي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وستر العجب أن الله تعالى يرزقك من فقر وينصرك من ضعف ويعطيك من الخير ومن البركة ما الله بعليم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لطالما واجه صعوبات في الحياة. وكان إذا كربه أمر ماذا كان يقول؟ كان يستغيث ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذه رسالة لكل الأحبة الكرام اللي عنده أي أزمة أزمة مالية أزمة صحية إذا كنت مظلوم يقع عليك ظلم الظالمين إذا كنت في في وضع لا تحسد عليه وما عندك قدرة على التغيير قل يا حي يا قيوم قلها ورددها كثيرا وسوف ترى العجب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم قيل في سبب نزولها أن سيدنا موسى عليه السلام موسى الكليم كان يتكلم مع الله تعالى ولكن هذه المرة سأل الملائكة خفية لهم أريد أن أسألكم يا ملائكة الرحمن أريد منكم هل هل الله تعالى ينام أنتم مع الله الملائكة دوما مع الله فأراد موسى عليه السلام تسريب يعرف حقيقة الألوهية سألهم هل الله تعالى ينام هذا سؤال كان يؤرقني كثيرا فالملائكة بدأوا ينظرون إليه والله سمع الخبر فقال يا يا موسى تعال فقال أعطوه قارورتين أعطوه قارورتين مملوءتين بالماء ثم قال يا موسى اجلس وابقى هكذا واقفا واحذر أن يأخذك النوم احذر فبقي موسى عليه السلام واقفا يمسك بالقارورتين احداهما في يمينه والثانية في شماله وبدا ينتبه لكن بدا النعاس يغلب عليه ساعات وساعات وفي لحظه غلبه النعاس فاطلق القارورتين فاصطدمت بالارض وتكسرت فقفز سيدنا موسى عليه السلام فقال الله تعالى يا موسى ان نمت انا فمن يمسك السماوات والارض ان تزولا؟ لا يمكن الله تعالى لا ينام سبحانه وتعالى هو خالق النوم وهو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا ماشي الجاذبيه ماشي القوانين الطبيعيه لان الله هو اللي خلق هذيك القوانين وتلك الجاذبيه فسيدنا موسى لما لما سمع هذا الكلام قال يا موسى ان نمت انا فمن يمسك السماوات والأرض أن تزول خر موسى ساجدا لله تعالى فمعنى لا تأخذه ولا لنوم أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه فالله تعالى قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه لا سنة ولا نوم لا تأخذه أي لا تغلبه ما عنده لا تعب ولا نعاس لهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه الألوهية شيء عظيم وشيء جليل حتى إن أن العباد يوم القيامة لما غادي يوقع لهم اللقاء المباشر مع الله تعالى ويرفع الستار يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته غادي يبقاو البشر خمسين ألف سنة وهم محدقين في نور الله وجلال الله وجمال الله وعظمة الله وبهاء الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. كل ما في الوجود هم عبيد لله تعالى. هم في ملكه. كل هؤلاء العظماء والزعماء والاباطرة كل هؤلاء لا شيء انهم عبيد في مملكة الله تحت قهره وسلطانه. وكلهم يوم القيامة كل كل المخلوقات خصوصا الجبابرة والظالمين والذين يظلمون الناس ويسفكون الدماء هؤلاء سيأتون يوم القيامة هم ضعفاء ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يوم القيامة الكل سوف يقف بين يدي الله فرضا ربما هنا في الدنيا يحتمي بالزبانية يحتمي بجيش يحتمي بمؤسسات لكن هناك كل واحد من البشر سياتي فرضا لله لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فرضا فالله تعالى يعرف بنفسه ايه الكرسي هي تعرف بالذات الالهية العلية الله تعالى هو الاله المعبود ذو الالوهيه والعبوديه على جميع خلقه هو الحي الذي له الحياه التامه التي لا بدايه لها ولا نهايه هو القيوم القائم بنفسه على كل شيء وهو المنزه عن كل عيب وكل نقص وهو سبحانه وتعالى لا ينام ولا يصيبه حتى بدايه النعاس كل هذا من كماله وجلاله وله ملكية السماوات والأرض وحده ولا يشارك في ملكهن أحد هو وحده المتصرف في شؤون الحياة كلها هكذا ربنا عز وجل يعرفنا بذاته إلى أن يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة الناس يبحثون عن الشفاعة في ذلك اليوم العصيب وهذا من عظمة الله وجلاله وكبريائه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد إلا بإذن الله تعالى. حتى الأنبياء، حتى المرسلين لا يتجاسر أحد ولا يتجرأ أنه يشفع لأحد إلا بإذنه. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسمى صاحب الشفاعة وصاحب اللواء، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. وهو صاحب اللواء اللواء المحمود وهو الذي يعطيه ربنا الشفاعه وقد جاء في الحديث الطويل حديث الشفاعه سيقول النبي الكريم اتي تحت العرش فاخر ساجدا فيدعني ما شاء الله تعالى ان يدعني كما انا ثم ادعو الله تعالى بالمحامد كلها تسبيحات وتكبيرات فاذا برب العزه يقول يا محمد ارفع راسك وقل تسمع واشفع تشفع فاذا بالنبي الكريم يبدا يشفع لامته للعصاه وللمذنبين اللهم ارزقنا شفاعه النبي الكريم هذا معنى قوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ربك عز وجل علمه محيط بجميع الكائنات وبكل المخلوقات بماضيها وحاضرها ومستقبلها. هو سبحانه وتعالى لا يغيب عليه شيء ابدا. كما قال عن الملائكه وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك. له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. سبحانه وتعالى. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. علمه واسع لا حدود له ولا يطلع احد على علمه الا بما اعلمه الله تعالى. وهو سبحانه وتعالى علمه يشمل كل شيء، العلم الحقيقي العميق ليس الظاهري. وسع كرسيه السماوات والارض. الكرسي قال عنه النبي الكريم هو موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره الا الله تعالى وكل ما خطر على بالك فالله مخالف لذلك لا تظن الكرسي ككرسي السلطان ولا ان الله له قدمين ولا له يدين ولا له وجه او عينين ربك عز وجل كل ما خطر على بالك فالله مخالف لذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله